البث المباشر الذي هو مراجعة شاملة في القسم في زاد رقم 6 الخاص بشعبة تقني رياضي والرياضي، حيث ننطلق في الحل أبنائي نقطة بنقطة حتى نتمكن من هذا المحور الذي عليه 4 نقاط في البكالوريا. إذا نحاول ننطلق. إذا قال واحد حل في زاد مربع المعادلة 3x ناقص 5 إلى يساوي 2. لما نصيب زاد مربع نقصد هنايا مجهولين يعني اكس و ايكغيك. ثم قال اثنان الف ادرس بواقي القسمه الاقليديه ل 9 اس ان على 7 و 4 اس ان على 11. ثالثا قال عيد بالاعداد الطبيعيه حيث 14 في 4 اس ان زائد 11 في 4 في 9 اس ان ناقص 4 يوافق لنا صفر بترديد 77. ثم قال رابعا ليكن ان ينتمي الى ان جمع يعني عدد طبيعي غير معدوم، قال نضع اي ان يساوينا 3 في 4 اس ان زائد 4 في 9 اس ان. قال واس ان يساوينا اي 1 زائد اي 2 الى غايه اي 15 ان. قال عبر عن اس ان بدلاله ان ثم اثبت ان هذا اس ان يقبل القسمه او مضاعف للعدد ماذا؟ للعدد 77. يعني نحاول ولدي ننطلق نقطه نقطه في الحل. اذا نكتب هنا واحد حل في زاد مربع المعادلة التي هي 3x ناقص 5 إيكغيك يساوينا 2. هنايا أولا نقدر نشوفوا هنايا عندنا حل خاص. ما هو الحل الخاص اللي نقدروا هنايا نتحصلوا عليه ولادي؟ قلت الحل الخاص راه يبان لنا مثلا 4، لاحظوا 4 مع من؟ مع 2. إذا الحل الخاص للمعادلة وشنو هو؟ الثنائية 4 2 أو حل واحد آخر ناقص 1 ناقص 1. صحيح كلاهما صحيح. أصبح لنا 3 إكس ناقص 5 إيكغيك يساوي 2، والحل الخاص أصبح لنا 3 في 4 ناقص 5 في 2 يساوي لنا 2. هنا بالطرح راح نطبقوا ماذا؟ قوس. بالطرح هذا مع هذا يروح ونخرجوا هنا 3 على المشترك، اصبح عندنا 3 في اكس ناقص 4 ناقص 5 في ايكغيك ناقص 2 يساوي لنا الصفر. قلت هذا خرجوا هنا اكس على المشترك اصبح عندنا اكس لان الطرح اكس ناقص 4، نخرجوا هنا ناقص 5 على المشترك اصبح عندنا ايكغيك ناقص 2، وهذا مع هذا يروح نرجعوها المعادله الصفر، يعني هذا نقوله هنا اصبح لكم هكذا. أصبحنا نقول 5 5 قاسم لهذا الجداء اللي هو في 3 إكس ناقص ناقص 4، نعم ناقص 4 هكذا. شو معنى ليه؟ 5 يقسم هذا الجداء، لكن 5 أولي مع 3. بما أن 5 أولي مع 3 نقول حسب مبرهنة ماذا؟ قوس. فإن ماذا؟ فإن 5 قاسم لمن؟ لإكس ناقص 4. إذا قوس واش يقول؟ إلا عندك جداء عددين ويقسمهم واحد العدد وذاك العدد أول مع واحد فيهم فإنه يقبل القسمة على الآخر. هذه لو كنحولوها أصبح لنا أي 5 عفوا إكس ناقص 4 يوافق لنا صفر بترديد 5. راح نحولوها ولادي إلى ماذا؟ إلى مساواة. أصبح لنا إكس ناقص 4 يساوي لنا 5 ماذا؟ 5 ك. نرجعوا هذا من هنا أصبح لنا إكس إكس يساوي لنا 5 ك زائد 4 مع ك عدد كيف هو؟ صحيح. قلت عدد صحيح. صح. نجيو دوكا ولادي واش ندير؟ ندير هذه دوكا نجيو نحولها ولا نعوضها في هذا الموضع. واش أصبح لكم؟ أصبح لنا 3 في 5 ك زائد 4 ناقص 4 هنا نعوضوا بـ يساوي لنا 5 في إكس في إيكغيك عفوا إيكغيك ناقص 2. شوفوا واش راح يصير، هذا مع هذا يروح أصبح لكم هكذا، وهذا مع هذا يروح، شوفوا واش يصبح، ونرجع هذا هنا أصبح لي إيكغيك يساوي لنا 3 ك زائد 2، 3 ك زائد 2 صح. أصبح لنا حلول المعادلة اللي هي اس يساوي لنا
الثنائية إكس إيغريك التي هي 5K زائد 4 و 3K زائد 2 مع ك عدد كيف هو عدد صحيح يعني ينتمي للزد. الله يفتح عليكم. هذا فيما يخص الحلول نتوع من؟ نتوع المعادلة الأولى. وهذه الحلول كما تعرفوا يا جماعة ماهوش مادة هكذا وخلاص، بين هذه المعادلة راح تخدم أحد الأجزاء من أجزاء هذا التمرين الرابع. صح. الآن قال لنا أدرس بواقي القسمة الإقليمية للعدد شكون؟ العدد 9 قوة الآن على 7. هذه الأمور راكم تعرفوهم أنتم ديجا في الحساب، يعني بلا ما نكثروا عليهم، راكم تعرفوا مباشرة راح تحسبوا سيبوا قسمة دورية ودوروها، يعني مباشرة هنايا حطوا ديرك الجواب. ها هو الجدول تاعي، هذا الجدول الأول. أنا راح نسيبوا الأولى القسمة الدورية دوروها ثلاثة. أصبح لنا آن وهنايا 9 أس آن يوافق هنايا 3 ك فتحة وهنا 3 ك ك فتحة زائد 1 وهنا 3 ك فتحة زائد 2. البواقي اللي راح نسيبوهم هي الواحد واثنين والربعة بترديد ماذا؟ بترديد 7. الباقي هنا البواقي في هذه الحالة البواقي هي ماذا؟ هي واحد واثنين وربعة. هذو هما البواقي ولا نديرو ار ينتهي اللي هو الباقي الذي. صح. دركا كذلك إلى هذا، يعني هذا الأمور تعرفوه أنتم بالآلة الحاسبة. أنجو الآن إلى القسمة الأخرى راح نقسموها قسمة دورية، لكن الدورة نتاعها راح نسيبوه 5. هكذا هكذا ولادي. هنا نجو نكتبو آن وهنايا 4 قوة آن يوافق. إذا عندنا 5 ك فتحتين زائد صفر و 5 ك فتحتين زائد 1 و 5 ك فتحتين زائد 2 و 5 ك فتحتين زائد 3 و 5 ك فتحتين زائد 4. هاك يا ولادي. ما هي البواقي المحصل عليها؟ هي الواحد والربعة والخمسة والتسعة والثلاثة بترديد 11. هكذا بدي. البواقي وش هي؟ البواقي هي ماذا؟ هي الواحد. إذا R ينتمي واحد أربعة خمسة تسعة ثلاثة، هذو هما البواقي تاعنا. بعد ما انهينا من هذا السؤال اللي هو دراسه البواقي وحسبناه، نجو الان دركا ثالثا عين الاعداد الطبيعيه بحيث تعيين الاعداد الطبيعيه بحيث واش؟ بحيث عندنا 14 في 4 اس ان زائد 11 في 9 اس ان ناقص 4 يوافق لنا صفر بترديد 77. هكذا لكن هنا قلنا عين الاعداد الطبيعيه. صح. ننطلقوا حبه حبه. الاولى قلت هذا واش يعني؟ يعني انه 77 و77 واش هي ولادي؟ هي 7 في 11 تقسيم واش؟ انا اختري هذا. يصبح لنا 7 في 11 قاسمة ل 14 في 4 أس آن زائد 11 في 9 أس آن ناقص 4 يوافق لنا 0 بترديد 77. اسمعين ليه؟ عفوا أعتذر. إذا نقول 77 اللي هي 7 في 11 واش يقسم؟ يقسم لنا هذا العدد. قلت واش يدير؟ يقسم لنا هذا العدد، هذه واحد. هذا الأمر الأول، و 7 أولي مع 11. نعطيكم مثال، إذا قلنا مثلا 20 يقسم ماذا؟ 100، و 20 هو ماذا؟ هو 5 في 4، اسمعوا معايا مليح، و 4 مع 5 أوليان فيما بينهما،
فإن خمسة يقسم 100 وأربعة يقسم 100، لأن كلاهما أوليان، كلاهما أوليان والجداء تاعهم هذا العدد يقسم 100، إذا هذا يقسم وهذا يقسم. هذه وين نديروها أولادي؟ رايحين نطبقوها على هذا. هنا واش ينتج لنا؟ ينتج لنا هذا، تبع. إذا قلنا هنا هذه 14 في 4 قوة أن زائد 11 في 9 أس أن ناقص 4، قلنا هذا أي معناه أصبح أنا هكذا، أصبح أنا 14 في 14 في 4 قوة أن زائد 11 في 9 قوة أن ناقص 4 يوافق لنا صفر بترديد 7، وكذلك 14 في 4 قوة أن زائد 11 في 9 قوة أن ناقص 4 توافق لنا صفر بترديد 11. رانا هضرنا علاش ولادي؟ قلنا إذا كان هذا العدد يقبل القسم على 77، وال 77 هي 7 في 11، وال 7 في 11 أوليا فيما بينهما، فإن 7 تقسم هذا العدد و11 تقبلها تقسم هذا العدد. يعني الموافقة تاعنا تعود هكذا. لكن حنا قلنا شوفوا معايا مليح ولادي، قلنا واحد الحاجة اللي هي 4 عفوا 14 14 في 4 قوة الآن شعال يوافق لنا ترديد 7 ولادي. شكون اللي يقول لي الباقي هنا شعال؟ هيا تشوف شنو الظهر. شكون اللي يقول لي الباقي هنا شعال؟ في الحالة شكون اللي يقول لي الباقي تاع 14 في 4 قوة الآن مع 7 شعال الباقي؟ برافو صح ولادي، بما ان السبع ال 14 من مضاعفات 7 الباقي صفر. تسمى هذه دوكا، هذه ولادي، هذه رايحه تروح للصفر. نجو كذلك للعدد 11 في 9، هذا قلت 11 في 9 هو الان بترديد 11 شعال الباقي. كذلك شوفوا معايا مليح، ال 11 يقبل القسم على ال 11 اذا الباقي شحال؟ الباقي صفر. تسمى هذه كذلك، هذه كذلك ولادي، هذه كذلك تروح لكم لصفر، وهذه تروح لصفر، لان شوفوا واش صار عندها صاحيتو. شوفوا معايا مليح واش راح يبقى لنا؟ تبقى لنا هذه، راح نكملوا درك، اي تبقى لنا 11 في 9 قوة ان، وهذا نرجعه من يوافق لنا ماذا؟ وافق لنا 4 بترديد 7، والجهة الأخرى كذلك يبقى لنا 14 في 4 قوة آن، والأربعة هذه نبدوها للطرف الآخر لأنها هذا خلاص راح صفر، أصبح أن توافق لنا 4 بترديد 11، خلاص هذه تفهمنا عليها يا جماعة. الآن الـ 11 11 11 توافق لنا 4 بترديد 7، وقلنا 4. إذا هذه دركا نقدر نحوها ونكتبو في بلاصتها هنا، ماذا؟ نكتبو في بلاصتها 4. الـ 14 14 مع الـ 11 الباقي تاعها كم؟ الباقي تاعها 3. نقدر نحو هذه دركا ونحط في بلاصتها 3. واش تقول واحد القاعدة يا جماعة باش تعلموا؟ إذا كان هذا وهذا يقبلان القسمة على عدد بحيث هذا وهذا اوليا مع هذا، عندكم الحق تقسموا هنا على نفس العدد هذا ونفس العدد هذا، شوفوا عليها مليح. هذا تقدر نقسمه هنا على 4 وهنا 4، علاه؟ بحيث لازم العدد هذا اللي كنا اولي معاه، كي نقسم هنا على 4 نصيبوا هنا 1 وهنا 1. اما هذه دوكا ما نجموش نقولوا نقسموا هنا على 4 وهنا على 4، ما تروحش ما كاش منها. واش نروح ندير ولادي؟ نضرب منا، نضرب منا في 4، ونضرب منا في واش؟ في 4. علاش نضرب في 4؟ باش تعطيني هنا شعال، تعطيني 12، 12 توافق لنا 1 بترديد 11. شوفوا معايا مليح باش تعلموا، هذا في ذا يعطينا 1، 1 يعطينا 12، 12 كي نقسموا على 11 يعطينا؟ يعطينا 1. الآن 4 في 4، 4 في 4 شحال تعطينا ولادي؟ 4 في 4 تعطينا 16، 16 لما نقسموها على 11 تعطينا كم؟ تعطينا 5. يعني هنايا نسيبوا العدد كم؟ نسيبوا العدد 5. راني درت ولادي
عمليات التبسيطات نتاعها هي خاصه لجماعه ولادي وبناتي اللي راهم يتبعوا صح من قلوبهم صح. اما هذوك الناس اللي راهم قاعدين يتمسخروا راني فينا نظن نوكل عليكم ربي سبحانه فقط، كنت قادر نرجع عليكم لكن نوكل عليكم ربي فقط. الان تبعوا معايا مليح، تبعوا معايا هكذا بلاتي. شوف قلت في الاول ال 11 قسمناه على 7 عطاتنا 4، الربعة هذا ديناه من قسمنا 4 منهم راحوا. الان جينا دوكا ال 14 قسمناها 3، عطاتنا 3 في 4 قوة ان يوافق لنا 4 ترديد 11. فكرت نضرب منها في 4 ومنها نضرب في 4، هنا تعطي لي شحال 12، 12 كي نقسمو على 11 تعطيني 1، وهذا شحال تعطيني؟ تعطيني 5. ها نصبناها. الان دوكا واش نجي لولادي؟ نجي للجدول تاعي، نجي لوين؟ للجدول تاعي. شوفوا معايا 9 قوة ان يوافق لنا 1 ترديد 7، 9 قوة ان ها هنا هاهي إذا هاهي قيم ان، نجو 4 قوة ان يوافق لنا 5 بترديد 11، الخمسة هاهي هنا. شوفوا الخمسة وين راهي ولادي؟ بما ان الخمسة راهي فم الان تاعي راه هنا. شوف معايا مليح، لكن الغريب وين راه؟ الغريب ما عندهمش نفس الترديد، هذا 7 وهذا 11. دونك لازم نشوف كيفاش نتخلص من هذا الامر. اولا نقول ان واش يساوينا؟ ان الاولى ان يساوينا 3 ك فتح، 3 ك فتح. الان ركزوا معايا مليح، ولا نقدر نسموها نحو كلمه ك فتحة ونديروها الفا، ما كاينش اللي يسالني نقدر نديرها الفا حيث هذا الفا هو عدد طبيعي، ندوها الفا ولينا هكذا 3 الفا تبعوه، وندو كذلك الان الان شنو يساوي؟ يساوي لنا 5 بيتا زائد 2، هذا ادى 3 الفا وهذا ادى 5 بيتا زائد 2. اروح يجي لدي معايا وتبعوا معايا نقطه نقطه كيفاش راح نلحقوا. الان هذا ان يساوي وهذا ان يساوي، واحد اخر يقول يا استاذ واش كون درنا كتبنا باللي ان يساوينا 3 ك فتحه 3 ك فتحه، والاخر كتبنا 5 ك فتحه زائد 2، كلاهما صحيح يعني ما راح يصرا والو غير نبدل التسميه برك، ولا حبيت نخليها هكذاك نخليها هكذاك، لان حنايا الك في ذي الحاله هو راه ك فتحه عدد طبيعي والك فتحتين عدد طبيعي يعني ما راح يديرها حتى حاجه. صح ان هذا ان وهذا ان، يعني نقدر ندير هذه تساوي هذه انا اي تصبح لي اي تصبح لي 3 الفا تساوي لنا 5 بيتا زائد 2. ركزوا شوفوا ولادي معايا، ركزوا صح ولادي تشوفوا، شوفوا واش راح يصير، واش رايكم نرجع هذا هنا؟ اصبح لي 3 الفا ناقص 5 بيتا يساوي لنا 2، راني قلت بدلت بدلت، اسمعوا معايا مليح، قادر نخليهم هكذا، شوف ما حتى واحد ما يقول لي انا سميتهم الفا وبيتا فقط، نقدروا نسموهم اسمعوا معايا مليح، نقدروا نخليهم ان يساوي لنا 3 ك فتحه وان يساوي لنا 5 ك فتحتين زائد 2. جرت تسميات ولا دوك نشوفوا هنايا حيث الالفا والبيتا اش راهم رايحين يرجعوا لنا، تبعوا صح ولادي، حيث هنا الفا وبيتا عددان كيف هما طبيعيان، لان حنا راه يقول لك عين الاعداد الطبيعيه ماشي الاعداد الصحيحه. الان شوفوا ولادي هنا هذه المعادله، هذه المعادله اللي لقيناها، شوفوا معايا هذه المعادله ها هي وراي، شفتوا لي هذا قلت لكم قبيله هذا المعادله ما عطاها لناش هكذا وخلاص، باين باللي راحين نحتاجوها في كاش مكان من الاماكن لحل التمرين. الان عندنا هنايا حنايا هذه المعادله تاع 3 الفا ناقص 5 بيتا يساوي لنا 2، ها هم الحلول التوحه، شوفوا الحلول التوحه وراها، شفتوا الحلول التوحه وراهم؟ ها هم هنا الحلول التوحه صح. مادام الحلول تحا منا واش تصبح انا ولادي؟ تصبح انا حيث الفا واش تصبح حيث تساوي؟ شوف واش تصبح تساوي؟ 5 ك زائد 4، 5 ك زائد واش؟ زائد 4، والبيطة تاعي تصبح انا واش؟ تصبح انا 3
ثلاثة كا زائد ماذا؟ زائد اثنين. مع هذا الكا قلنا أو إضافي يعود لنا عدد، في هذه الحالة عدد طبيعي. ولا نقدروا نرحوا كلمة الكا ونسموه بي، مجرد تسميات، لأن حنايا الكا قبيلة كان عدد صحيح. دونك نقدروا نكتبوا هنايا بي ونقدروا نكتبوا هنا بي، علاش؟ باش نتفاداو باللي الكا عدد صحيح. حيث نديرو بي هكذا، مجرد هذا البي هو عدد طبيعي. الآن دوك أولادي واش نروح ندير؟ تبعوا معايا خلاص. هذه المعادلة ها هم الحلول تاعها، ها هم الحلول تاعها ولقيناها. الآن واش نروح ندير جماعة؟ نجيب هذه دوكا، شوفوا معايا ملي تعلموا، نجيب هذا الألفا تاعي نعوضها هنا في مكان الألفا، ولا أو نجيب البيطة تاعي هذه نعوضها هنا. رايح نسيب قيم أن، صبح هنا ومنه قيم أن هي أن يساوي، واش يساوي؟ جيبوا هذه تولينا ثلاثة في خمسة بي، صبح هنا 15 بي، ثم أربعة في ثلاثة زائد هنا 12، هذه هي قيم الآن نتاعي، هذه هي قيم نتاعي. ولا نقدر نجيب ذي نعوضها هنا، أروحوا شوفوا قدامكم، يولي لنا الآن يساوي هذا في هذا تعطينا 15 بي، وهذا هذا في هذا تعطينا 10 زائد 2 تساوي لنا 12. هاكي كيف نعوض بالألفا ولا بالبيطة، كلاهما صحيح ولادي ابنتي. هذا هو الجواب، مع ماذا؟ مع بي يكون عدد طبيعي. عدد واش؟ طبيعي. ها هي لكم هنايا بهذه الطريقه، يعني عسوا روحكم ان تكون عندكم الموافقات هنايا الترديدات ما مشكل كيف. شوف كيفاش خدمنا الفكره. اول شيء باش نعاود، هذا راح الصفر مع السبعه، وهذا راح الصفر مع 11. بقاو لي واش؟ بقات لي 11 في 9 قوة ان ناقص 4، الربعة ديتهم الغاد، وهذه كذلك 14 في 4 قوة ان، الربعة ديتها غاد. عندي ال 11 كي نقسموها على السبعة تبقى لي 4، ناحية الربعة منا وربعة منا راحوا. أما هنايا 14 لما قسمناها على ال 11 عطاتنا 3، كيفاش نتخلص من الربعة اللي منا؟ ضربت منا في 3، منا في 4 ومنا في 4، 12 قسمة 12 تقسيم 11 عطينا 1، خلاص تخلصنا منها. قعدت لنا الجهة اللي من هي 4 في 4 تعطينا 16، 16 نقسمها على 11 تعطينا 5. بدلت اللي راه يقول لي ليش بدلت؟ اسمع معايا وليح يا بيبي، علاش بدلت البي بالكا؟ لأن الكا وليدي شوف قرا معايا مليح عدد صحيح، باش إذيتو هنايا نقولوا بي، ولا تقدر تقول له لكن الآن كا عدد طبيعي، لازم تبدل. الآن بعدما انهينا من هذا السؤال سوف نأتي إلى السؤال الآخر. هذو كملنا معه خلاص، خلاص الآن كملنا مع هذو. دوكا نجو للسؤال الأخير. السؤال الأخير واش قال ولادي؟ قال لنا عفوا الجزء الأخير ليكن آن، لكن هذا الآن عدد طبيعي غير معدوم نضع. قال لي احسب، لأن نكتب حساب، إذا قلت نكتب حساب اس ان بدلالة ان، حساب اس ان بدلالة ان. هنا لو نشوف معايا مليح 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 مليح، هذه ولادي متتالية هندسية، وهذه متتالية هندسية، هذا راه مجموع متتابع لمتتالية هندسية مع متتالية هندسية، باش تكون على علم. هذه متتالية هندسية أساسها شوفوا شحال 4، وهذه متتالية هندسية أساسها 9، راهي تبان قدامكم. يعني تصبح لنا هذه أو أن راهي تساوي لنا 3 في 4 بس أن، هذه متتالية هندسية الكيوب تاعها 4، والأخرى راهي 4 في 9 بس أن، هذه راهي متتالية هندسية الكيوب تاعها راهي يساوي لنا 9. لكن ما ننساش باللي راهي تنطلق من اي واحد ماشي اي صفر، يعني تصبح لي اس ان يساوي
مجموع متتابع لمتتالية هندسية، واش يساوي ولادي؟ إذا هذا مجموع تاع زوج يساوي المجموع تاع الأولى زائد المجموع تاع الثانية. الآن الحد الأول، الحد الأول، الحد الأول تاع هذه شكون هو؟ ما تنساوش باللي راهي تنطلق على صروحكم، ماهيش تنطلق من اي صفر. لو كان جات اي صفر الحد الاول هو 4 3 وهذه الحد تاعها يولي 4، لكن راهي تنطلق من اي واحد، ما نعوضو هنا بالواحد تولينا الحد الاول شوف شحال هو 12 الحد الاول في الاساس اس عدد الحدود، عدد الحدود دليل النهايه ناقص البداية زائد واحد، 15 آن ناقص واحد زائد واحد تعطينا 15 آن، ناقص واحد على 4 ناقص واحد، هذا المجموع تاع هذه الأولى. دروك نجيو للثانية، صباح لنا زائد مجموع الحد الأول تاعها هو 36، 36 في 9 أس 15 آن ناقص واحد على 9، 15 قلت 15 آن ناقص واحد على 9 ناقص واحد. ها هي الآن نكمل، هنا تعطيني 3 وهنا تعطيني 8، نختزل هذه مع هذه يصبح لي اس ام يساوي لي واش؟ يساوي لنا 4، أن هذه معناها تعطينا 4 في 4 قوى 15 ان ناقص 1، وعسوا روحكم دائما كي تنحوا خط الكسر لازم تكتبوا الأقواس، سينو كتبت صباح غلطة. الآن زائد نختزل منها، نختزل من 4 ومن 4، من تصبح لي 9 والتحت تصبح لي 2 في واش؟ في 9 قوى 15 آن ناقص 1، هذا هو المجموع انتهي. تابعوا معنا يا جماعة الخير، هذا فيما يخص الأسئلة التاعي. الآن نروحوا درك نجاوبوا على سؤال آخر، إذا نكتب هنا اس ان يساوي لنا واش؟ يساوي لنا عفوا يساوي لنا 4 في 4 قوى 15 ان ناقص 1 زائد 9 على 2 في واش؟ في 9 قوى 15 ان ناقص 1، هذا هو الاسئله التاليه بدلاله واش؟ بدلاله ان. الان بعدما انهينا من هذا ولادي رايحين نروحوا السؤال اخر، واش هو السؤال اللي طرحوا لنا؟ قال لك اثبت ان اس ان مضاعف للعدد 77، اثبات ان اس ان يوافق لنا صفر بترديد 77، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود باش تكون على علم. صح. الآن تبعوا شوفوا هذه، الآن نكملوا. إذا واش أصبح لنا جماعة الخير؟ ها هو إلى الأسئلة تاعي، ما قاليش جبت قيم آن، لا لا، قال لي بين لي باللي هذا المجموع كامل مضاعف من العدد 7، معناها الباقي نسيبو صفر. ها هو حيت ولادي، معناها أصبح لنا هكذا. أصبح لنا 4 في واحد في 5 في 4 قوى 15 آن ناقص 1، ثم زائد 9 على 2 في 9 قوى 15 آن ناقص 1 توافق لنا 0 بترديد 77. إيه صحيح، هي هنا هذه صحيح. واش رايكم يجوز نضرب هنا في 2 وهنايا كامل هذه في 2، علاه؟ باه تروح لنا هذه نضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2 ما يصور، 2 اللي كانت منا راحت وهنايا 2 ولا 4 ولا 8 منا ولات 0، صح خلاص هذه تفاهمنا عليها. رايحين نرجعوا لنفس العقليه اللي درناها قبيله في السؤال، بما ان هذا العدد يقسم 77 فان هذا العدد ولادي سيعود يقسم باش تكون مليح نفس السيناريو اللي درناه، فإن تصبح لنا هنا هكذا تصبح لنا 8 في 4 قوس 15 آن ناقص 1 زائد 9 في 9 قوى 15 آن ناقص 1 يوافق لنا 0 بترديد 7، و 8 و
8 في 4 هو 15 ان ناقص 1 زائد 9 في 9 هو 15 ان ناقص 1 يوافق لنا 0 بترديد 11. نفس الفكره اللي قلتها قبيله، بما ان هذا العدد يقبل القسم على 77 والسبعة والحداش أوليان فيما بينهما، فإن هذا العدد يقبل القسمة على سبعة ويقبل القسمة على من؟ على سبعة على 11. يعني قلتها عاود شرحتها كما شرحت الفكرة نتاعها، نفس السيناريو نفس العقلية، لأن 77 هي سبعة في 11، سبعة في 11 السبعة أولي مع 11، فإن السبعة قاسمة للعدد والحداش قاسم للعدد. راني شرحتها لكم بالفكرة تاع 20 يقبل القسمة على 100 و20 هو 4 في 5، 4 في 5 5 مع 4 أولي، فإن 4 قاسم للعدد و5 قاسم للعدد. هذه هي الفكرة العامة تاع الآن رايحين نجو نمشو قوتا قوت قبيلة ناخذ النظر نجو لها. شوفوا معايا ولادي، نجو للعدد هذا الأولى مع من؟ مع نجو العدد هذا، نجو لهذا العدد مع السبعة. احنا واش تعمل؟ ركز، هو واحد واحد ديريكت يروح للصفر، عس هو كيما قبيله السابع. عندنا حنايا 11 مع متمشي مع الربعة، 11 مع الربعة دوك نجو لا شو شو هذا الشرح يصير هو تبع. عندنا 4 قوة 3 لا 4 قوة 5، 4 قوة 5 الكل قوة 3 ان، الكل قوة 3 ان يوافق لنا يا جماعة يوافق لنا 1 بترديد 11. يا استاذ واش راك دير؟ تبعوا 4 قوة ماذا؟ قوة كم؟ قوة 5. هاي لكم 4 قوة 5 شحال الباقي تاعها؟ 1 بترديد واش؟ بترديد 11. السمة مباشرة لو تركزوا معايا ونزيد هنا ناقص 1 راح توافق لنا واش؟ 1 ناقص 1 بترديد، شوف شوف هذه مع 11 الباقي تاعها ها هو شوفوا شحال 1 ناقص 1 تروح هذه ديريكت لمن؟ للصفر. يعني هذه هاي نعاود نقول هذه راحت للصفر كيما قضية خلاص راحت للصفر. دروك نجو كذلك لوين؟ نجو لهذه اللي هي 9 قوة ماذا؟ قوة 3 الكل قوة 5 آن تعطينا شحال الباقي تاعها؟ ها هي 9 قوة 3 شحال الباقي تاعها؟ الباقي تاعها 1 بترديد هنايا عفوا بترديد 7، نقصوا هنا 1 ونقصوا هنا 1. هذه نخدم فيه باش تتعلموا الفكرة. الآن هذه واش تعطينا؟ تعطينا 0. ما معنى؟ معناه 9 قوة 15 ان ناقص 1 الباقي تاعها شحال؟ الباقي تاعها 0. ها هي لكم هذه الان راحت للصفر. شوفوا شوفوا واش تبقى، هنا ثبتوا باللي كاع كلش راح للصفر. خلاص هذه كملنا معها. الان واش يبقى لنا ولادي؟ واش يصبح لنا؟ يصبح لنا نكملوا الان مع العدد 8. شوف معايا مليح 8 في 4 قوة 15 ان ناقص 1 يوافق لنا قلنا 0 بترديد 7. وهنا واش يبقى لنا ولادي؟ يبقى لنا 9 في 9 قوة 15 ان ناقص 1 يوافق لنا 0 بترديد 11، لأن هذه اثبتناها راحت الصفر وهذه اثبتناها راحت الصفر. صح ولادي. الآن شوفوا ثاني كي رايحين نطبقوا قوس. عندنا 7 عندنا و8 أوليا، عندنا 7 أولي مع 8، وعندنا كذلك 9 أولي مع 11. هذا ما يقبل القسمة على هذا، إذا أوليان فيما بينهم. واش يصبح لنا؟ شوف معاك قدام عينيكم واش راح يصير. راح تصير لنا هذه. نكمل نقطة نقطة ونكمل التمرين تاعنا ونروح نتعشى نفطر ان شاء الله الى كتب ربي. تبعوا يا جماعه، اصبح لنا واش؟ اصبح لنا 4 قوة 15 ان ناقص 1 توافق لنا 0 بترديد 7. وهذه واش اصبح لنا؟ اصبح لنا 9
هو 15 ان ناقص 1 وفقنا 0 بترديد 11. فوالا رانا حيت لازم نصيبو 0 صح. عندنا واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي شوفوها معايا مليح، اللي هي عندنا 4 أس 3 لو نجي نحسبها مع السبعة شحال نصيب الباقي؟ قولوا لي شويه شطار ونشوفوا لي الدلام صح يتبعوا معايا ولا لا. 4 أس 3 شحال نصيب الباقي تاعها مع السبعة؟ هيا تشوفوا لي نحسبوها لي تشوف شحال نصيبوها. هيا شويه شطار، 4 أس 3 شحال نصيبوا الباقي تاعها مع السبعة؟ هيا تشوفوا لي شحال نصيبو؟ شحال نصيبو؟ برافو نصيبو 1. شوفوا حاجة مليحة، معناه هذه الكتبة هذه راهي عندها خطها اللي هي نقدروا نكتبوها هي 4 أس 3 الكل قل قوة 5 أن، أضربوا هذا فينا تعطيكم 4 قوة 15 أن. نجو كذلك العدد الثاني اللي هو 9 قوة 5 شحال نصيبو الباقي تاعو مع من؟ مع 11. مع من؟ مع 11. هيا تشوف يا شطار، هيا تشوف الحب ولادي تشوف، هيا تشوف الآن 9 قوة 5 شحال باقي تاعها مع 11. هيا تشوف يا الولاد بسرعة تشوف، هيا قسمو لي 9 قوة 5 على 11 شحال تسيبوها. هيا تشوف اللي يسيبها الأول إن شاء الله يدي الباقي تاعو ب 18. هيا تشوف بسرعة يا جماعة شحال نسيبو جماعة؟ هيا تشوف لا صحيح حنا ما نسيبوها 1، كي نحسبو نسيبو 1. سما هذه دوكا 9 قوة 5 الكل قوة 3 أن، هذي شحال تعطينا 1. شوف معايا مليح، هذي نقدرو دوك نعوضوها بواحد، وهذي نعوضوها بواحد. الواحد كي نديرو له أي قوة تعطينا 1، والواحد كي نديرو له أي قوة تعطينا 1. نقول وهو المطلوب، يعني صحيح يا جماعة الخير باللي هذا العدد يقبل القسمة على من؟ على 77. يقبل القسمة على واش؟ على 77. هذا قلنا راح صفر، خلاص هذا راح صفر. بقات لي هنا باللي السبعة والثمانية أوليان، معناها هذا العدد هو اللي يقبل القسمة، وعندنا كذلك الحداعش مع التسعة أوليان، معناها هذا العدد هو اللي يقبل القسمة. جيت هنا قلت 4 أس 3 تعطيني 1، 4 أس 3 تعطيني 1 مع السبعة، سمعت تصبح 1 ناقص 1 يروح 0 وهو المطلوب. نجو كذلك لهنا 9 أس 5 كي قسمناها على 11 عطاتنا 1، 1 ناقص 1 هو 0 وهو الجواب. نقول ومنه اس ام مضاعف للعدد، من هو العدد؟ اللي هو 77. هذا هو الجواب تاع هذا التمرين اللي اتى في احد البكالوريات تاع ليماتيلان السابقه. هو تمرين رائع، احنا مازال ما عندنا، مازال بيأذن الحمد لله يا ربي. ممكن جماعة الشرق يأذن عندكم، احنا مازال الحمد لله يا ربي. إذا إن شاء الله يا ربي لكم استفدتوا من هذا التمرين الرائع، فيه أفكار. الفكرة معناها اللي شوية تبان عندك هذه الفكرة لازم تكون تعرفها مليح. والدوزيام فكرة اللي هي هذه تشبه هذه فوتوكوبي، هذه جبدنا منها قيم الآن، وهذه اللي أثبتنا باللي الكل يروح للصفر. هاي لكم قدامكم، ربي ينور الجميع، ربي يسعد الجميع، ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحم الطاهرة. مع تحيات الأستاذ نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.